موسى عليه الصلاة والسلام ذاك مر على إنسان مبتلى بأمراض، عنده مرض الفالج وعنده مرض البرص وهو أعمى ما يشوف. المرض الرابع أجذم وراه إنه يشكر الله سبحانه وتعالى ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به غيري. قدم إليه موسى ليفهمنا نحن، وإلا هو الموسى يفهم هذه الأشياء. قال يا عبد الله مما عافاك الله وأنت مبتلى بهذه الأمراض؟ قال عافاني من أن لا أعرفه، فإن قلبي يعرف الله وكثير من الناس لا يعرفون الله. عدم معرفة الله أكبر بلاء، ومعرفة الله أحسن نعمة. ذاك الرجل قال لموسى عليه الصلاة والسلام، قال مرض الجسم مو مهم، وإنما المهم مرض الروح. مرض الروح هو المهم. هذا الإنسان الذي يشكر الله في كل حال، هذا من العباد المقربين لله سبحانه وتعالى. أما فرد مشكلة بسيطة، فرد مرض بسيط، ويصيح ويعربد، قسم من الناس يكفرون، قسم من الناس فإذا ركبوا في الفلك وصارت الأمواج وصارت العواصف يقول يا الله نجنا، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذول عباد غير صالحين، عباد لا يفهمون. أما العباد الذين يفهمون هم الذين يشكرون الله على الفقر والغنى، على المرض والصحة، على الضيق والسعة، على كل حال.